تبعد من الشوط بعدم دخوله في بوابة الانطلاق. فتحت أيها السادات والسادة مشاهدينا متابعينا الكرام بوابة شوطنا الثالث لمسافة 1200 متر مخصص للخيول المصنفة تصنيف من 60 إلى 80. واستمر اسيا في الصدارة، دار راشد وتشارش ميوزك عمار بن عبد الرحيم في صدارة المجموعة، دار راشد من الجهة الخارجية وممرس من الجهة الداخلية أيضا. واستمر يتقدم شبابي يصل في هذه اللحظات شبابي، ولكن الصدارة لازالت لتشارج ميوزك. تشارج ميوزك عمار بن عبد الرحيم وعيسى بن محمد، ثنائية جميلة، ثنائية رائعة لحمد بن صالح الحجري. إذا شبابي وتشارج ميوزك، دار راشد في المركز الثالث ودار راشد ثالثا وقدوم لويستمرس، ولكن شبابي وتشارج ميوزك والصدارة لشبابي، دار راشد في المركز الثالث، قدوم لسيد ذيسكالثر، ولكن شبابي يسيطر سيطرة كلية مع عيسى بن محمد وتشارج ميوزك في المركز الثاني. نبارك لحمد بن صالح الحجري على